السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صالح سعد. اليوم سوف نتعلم في هذه الحلقة، حلقة 13، بعض الأمور الجديدة من تعلم سلسلة نظام لينكس. للملاحظة والتذكير، تكتب جميع الأمور بعد الفيديو أو في نهاية الفيديو في الوسط أو في أسفل الفيديو. الأمور تكتب في الوسط أو أسفل الفيديو. أول أمر نتعلمه هو التايب الذي يقوم بمعرفتنا هل إن الأمر قمنا ببنائه في من خلال التيرمينال أو سطر الأوامر، أو إن الأمر داخلي ومتواجد في الفولدرات لينكس. نقوم بعمل تايب ls ls is an allies for ls color auto، يعطينا المعلومات على إن تايب. نقوم بعمل مثلا أولا وات أو هو، كما تشاهدون هو إيس هنا في الفايل بين تم بناها. نقوم بعمل ls، نقوم بعمل تاي ثم بكتابة الأمر وات إيس. كما تشاهدون هذا الأمر عم يتواجد أيضا في الملفات. نقوم بكتابة type مثلا cd. هذا الأمر قمنا ببنائه عن طريق الشاب. نقوم بعمل clear، أو ماذا نقوم بعمل type clear لنرى الناتج clear. أيضا تم بناها أو متواجدة في الملف. نقوم بعمل clear. والآن نتعلم على الأمر الثاني وهو الباش أو بوشت. أمر بوشت هو يقوم بحفظ المسار. الآن نحن متواجدون في الديسكتوب، لنتأكد في WD متواجدون في الديسكتوب. نقوم بعمل CD وثم ننتقل إلى فولدر مثلا، أو نقوم بإنشاء فولدر MKD. الفولدر مثلا اسمه EWD. الآن نبي إنشاء الفولدر، هذا هو الفولدر كما تشاهدون. ننتقل إلى داخل الفولدر CD، توقف الماوس لدي بعد من هذا ما هو السبب. أيضا الآن نقوم بكتابة CD ثم نقوم بكتابة EWD ثم إنتر. الآن كما تشاهدون دخلنا إلى EWD، دخلنا إلى الفولدر EWD. الآن نقوم بكتابة push وهو الذي يقوم بحفظ المصاب، push ود push ثم enter. الآن كما تشاهدون قام بحفظ المصاب desktop EWD. الآن نقوم بالخروج من desktop، نذهب إلى الروت مثلا هذا يستعرض، ونقوم بعمل clear. الآن نود بالعودة إلى نفس المسار من دون كتابة cd و desktop و ثم ewd. نقوم بكتابة opt وهو الذي يقوم بالعودة إلى المسار الذي قمنا بحفظه من خلال push ثم enter. الآن كما تشاهدون عدنا إلى المسار ewd. كما تشاهدون هنا المسار ومسار مسار ديسكتوب EWD، قلنا إلى نفس المسار. ونلقاكم في فيديو آخر، نتمنى كان هذا الفيديو مفيد لكم وقصير إن شاء الله. نلقاكم في الحلقة 14، مع السلامة.